السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، أرحب بكم في مختبر جديد وفيديو جديد لمادتنا، مادة الطفيليات العملي. بعد ما تعرفنا على الكلاس الأول من شبه الديدان المسطحة، راح ناخذ الكلاس الثاني من شبه الديدان المسطحة، اللي هي السيستوليس الشريطية. الشريطيات أيضا بها أنواع وأجناس كثيرة، إحنا اللي يهمنا بها 4 أنواع، هي الكينيا سبيشيز والإيكاينوكوكاس سبيشيز والهايمنيولوبيس سبيشيز والدايفلوبثيريام سبيشيز. زين، عندنا الجنرال كاركترز أوف سيستودا، كصفات عامة للسيستودا قبل ما نجي ناخذ السبيشيز أوف سيستودا. عندنا صفات عامة للسيستودا، الصفة الأولى أنه هي مالتي سيلولار أنيمالز characterized by flat، يعني هي حيوانات متعددة الخلايا بها مميزات هي flat مسطحة bilateral، يعني symmetrical body، يعني التناظر الجانبي النصف الأيمن تشبه النصف الأيسر، الرايبن شيب شكل شريطي and segmented مقسمة، hence called tape، ومن ذلك الرفعة الديدان الشريطين الأقسام تكون مقسمة. هذه نمبر 1. نمبر 2، any cystoda is formed of ايش؟ يعني إذا نجي ناخذ أي نوع من أنواع التدمية شعبة السيستودا، زين راح نلاحظ تكون من ايش؟ سكولكس الهيد الرئيس، النك سمي الرقبه، ان ستوبيلا وسموها التريك الجذع، اللي هي عباره عن تشينج اوف سيكونس، يعني قطع من ايش؟ يعني سي سي من القطع. الكفر باي كيوتيكل مغطى جسمه بواسطه الكيوتيكل، نو بادي كافيتي، ماكو جيوب جسم، يعني لحد الان ما كان وصلت مرحله التطور، اذا ماكو جيوب جسم. الفاريوس سيستمز، يعني الانظمه المختلفه اللي تمتلكها من اجل هذا راح تكون مغموره. ار هي امبيتد، زين ار هي ايش؟ امبيتد ان البرانكيم، ايش البرانكيميوتس تشو، يعني كلها مغموره بالنسيج البرانكيمي. زين، نو دايجستيف سيستم، اذا ماكو دايجستيف سيستم، ماكو قناه هضميه، اذا ذي فيد باي ايش؟ الديفيوجن، اذا عن طريق الانتشار ثرو ذا كيوتيكل، عن طريق الماتريت، يعني تحيط جسمه بماده الكيوتيكل، فهنا راح تتغذى ايش؟ ماكو جهاز الهضم، راح تتغذى عن طريق الانتشار على سطح الكيوتيكل. النقطة اللي بعدها اكسكريتوري اند نيرفس سيستم ار بريزنت، اذا اكو جهاز عصبي واكو جهاز الاخراج، اذا اكو موجودة متوفرة. المونيشز مثل ما غادي كان على الدايشز، هنا مونيشز انه صح اكو هي اللي اجناسها ثنائية الجنس بس احادية المسكن بها الجنسين، ولكن فيها جنسين بس اثنيناتهم على نفس القطعة. لاحظنا مش السيستم، انا اخذنا الاجناس كانت منفصله، يعني هم الاجناس، زين ما كان، يعني كان يصير ايش؟ تزاوج بين الجنسين، يعني قلنا احاديه الجنس تزاوج بين الجنسين بس منفصلين، لانه كل مكانهم تواجدهم يعني ما شرط انه بنفس القطعه. هنا راح نلاحظ انه اثنيناتهم موجودين بنفس القطعه، اثنيناتهم موجودين بنفس القطعه. الايج كل ما جور سيجمنت بيش تحتوي كل قطعه ناضجه من عدا تحتوي كونتينس ميل اند فيميل، اذا تحتوي على الميل والفيميل. الجينيتال سيستم يعني نسميه نظام الجيني الفتحات، ان سام سيجمنت نفس القطعه كمان جينيتال البورس، يعني هذه الجينيتال الفتحات وين تنتشر؟ الفتحات تنتشر اما ايذر فنترال او لترال، اما على السطح البطني او على السطح الجانبي للدوده نفسها. مثل ما قلنا اكو انواع كثيره، عندنا تقريبا 45، يعني 45 سبيشيز اوف تينيا، يعني فقط التينيا اللي نوع واحد بها 45 نوع من التينيا هاف بين ايدنتيفايد، يعني تكون معروفه. هاويفر ذا تو موست، يعني كومنلي ريسبونسبل فور هيومن انفكشن، النوعين اللي هذول يكونون مهمين وشائعين يسبب لنا اصابه، يكون مسؤول عن اصابه الانسان، هي التينيا سوريوم والتينيا ساجنات. التينيا سوريوم ما يسموه البورك تايب ورم، يعني البورك تايب ورم يعني البيف تايب، او يسميها ليش البيك تايب ورم، يعني هاي يسموها دوده شريطيه في الخنازير. اما التينيا ساجنات فسميها البيف تايب ورم، اي الديدان الشريطيه في الابقار الكاو. زين، اللايف سايكل اللي تمر بها التينيا سبيشيز الباسز ان 3 ستيج، يعني تمر بالاكس البيوت واللارفال والادلت، زين بالبيضة بعدين تصبح لارفة وبعدين تصبح هذا الديدان بالغة. عندنا ديفرنت بين الانترميديت هوست والديفينيتيف هوست، مثل ما نعرف انه الانترميديت هوست هي راح يكون الكاو او بيكس، يعني الانسان او الخنازير، ديفرنت هوست راح يكون هيومن.
فراح نلاحظ انه الانفكتيف ستيج التطور المعدي زين للنظائف الوسطيه هي الاكس من الانسان تجي هي الاكس الاكس من تجي من الانسان. اما الديفينيتيف هوست التطور المعدي للانسان راح يكون السيستي سيركلز. يعني شنو معنى السيستي سيركلز؟ السيستي سيركلز يسموها زين السيستي والسيركلز يعني هو يشبه الطور اليرقي اللاربا تكون موجوده داخل كيس، يعني عباره عن طور يرقي موجود داخل كيس موجوده بالمسلس اوف كاو اور بيكس. اذا هنا هذا الطور اليرقي موجوده داخل كيس وموجوده في ايش المسلس يعني شو او اللحم يعني داخل انسجه الابقار او الاغنام. اذا الدياجنوستيك ستيج للانترميتوس راح يكون سيستي سيركلز، يعني هي كون السيستي سيركلز داخل العضلات او الانسجه في المظافر الوسطيه يعتبر تو تشخيص لها. اما كيف انا اجي اشخص شخص مصاب بالتينيا ساجينات او التينيا سوريوم عن طريق ملاحظه اما الاكس بالستول يعني البيوز او عن طريق ملاحظه الجراف بروبلوتس يعني يسموه القطع الحبله. تمام، هي قطع القطع يعني تنفذ القطع من جسم الدوده ولاحظها في الستول. زين، اما المود اوف ترانسميشن طريقه الاصابه او طريقه النقل كيف راح تكون؟ عن طريق الفيكال الاورال انجستشن يعني عن طريق ابتلاع البيوت فروم هيومن فيزز اللي تكون موجوده بالفيزز اوف هيومن. هذا بالنسبه للمضايف الوسطيه. اما المضايف النهائيه اللي هي الهيومن راح تكون عن طريق الانجستشن اندر كوكينج ميت عن طريق اللحم غير المضبوط جيدا. هذا اللحم الغير مضبوط جيدا يحتوي على ايش؟ كونتينين سيستي سيركس ان فليش اوف كاو اور بيكس، يعني تحتوي على سيستي سيركس موجود داخل نسيج الابقار او الاغنام. نعم، الابقار او الخنازير. اذا عندنا اللايف سايكل دوره الحياه التيني سبيشيز. دوره الحياه التيني سبيشيز نبدي قلنا هذه البيوض راح تكون موجوده بالفيزز اوف هيومن ديجنوستيك ستيج اما اللوث او القطع الحبله. هذه القطع الحبله اكو بين الساجينات والسوريوم يعني تقدر صفات نجي ناخذها ان شاء الله نفكرها. فإما عن طريق هذه الملاحظة هذه القطع أو عن طريق البيوض. وأيضا أكو صفة مميزة إنه هذه البيوض للتيني سبيشيز تحتوي على خيوط شعاعية، فتلاحظون مثل ما تلاحظون ماكو تحتوي على خيوط شعاعية وجايين في داخل الأشواك. بعد ما تطرح من جسم الإنسان تجي النظائف الوسطية كيف تنصاب بالتيني سبيشيز؟ عن طريق إيش؟ عن طريق الكونتامينيتد يعني الفوت أند ووتر اما بالاكس او جرافيك بروبلوتيت اللي كانت القطع الحبليه تحتوي ايضا على بيوت. زين، هذه من تجي تفوت الى داخل الامعاء المضايف الوسطيه لان هي تحتوي على جنين سداسي الاشواك. الجنين اللي تبيها اشواك فائده الاشواك هتتعمل على ايش؟ ان تختلط طبقه الامعاء المضايف الوسطيه يقول لك الانكوسفير هاتش يعني هاتش يعني تفقس من البيضه وبنتريت انتستينال وول جدار الامعاء تخترق حتى تذهب الى مجرى الدم ايش السيركليتد تو ايش المسكولات يعني المسكولات ايش مجرى الدم للنسيج العضلي حتى تكون عندنا السيستي سيركس. زين، يعني هو الانكوسفير الجنين السداسي الاشواك راح يتطور الى السيستي سيركس راح تكون موجود داخل المسلس او ذا ايش انترميديت كوست. المضايف النهائيه كيف تنصاب؟ عن طريق اكل اللحوم غير المضبوط جيدا. اذا هيومنز انفكتد باي انجستينج low or undercooked infected meat. زين، هذه بعد ما اخذت اللحوم الغير مطبوخ جيدا فاتت الى داخل الجسم هنا راح تجي تبدي السيستي سيركس تنمو وتطور الى ديدان بالغه. ومثل ما تلاحظوا امامكم هذه هي الديدان البالغه. زين، راح تكون موجوده داخل امعاء الانسان وهي اللي كل قطعة من هذول القطع بين بيها الميل والفيمل. زين، راح تيجي تبدي بال زين الفيل تطلع يعني البيوض تخرج من الفتحات اللي موجودة داخل القطعة مع زين الحيامن حتى تخصبها وتطلع خارج ايش الجسم. زين، اما هي البيوض او القطع راح نلاحظها بالاسطول. هذا ببساطة كل ما يخص life cycle of the tinea species.
نيجي على الديفرنتيشن او نسميه الديفرنس بين التينيا الساجناتا والسوريوم. اذا اكو عده نقاط او اختلافات يعني موجوده بالتينيا سوريوم والتينيا ساجناتا. فنلاحظ انه التينيا يعني كل الصفات اللي تمتلكها التينيا ساجناتا الدوده البقريه الشريطيه تكون اكثر زين من التينيا سوريوم صراحه. فنلاحظ انه طول التينيا ساجناتا تكون طولها اللينجر من 5 الى 10، يعني تكون من 2 الى 3. النمبر اوف سيجمنتس يعني عدد القطع انها تكون من 1000 الى 2000، انها تكون من 800 الى 1000. السكوريكس الرئيس هذه كونتيني 4 سيجرز بات نوكس اند روستيلا. اذا هنا تمتلك رئيس بيها 4 سيجرز، هنا بيها 4 سيجرز، بيها ايش روستيلا بخطم، وبيها ايش حلقه من الهوكس يعني حلقه من الاشواك. الديفرنت الثاني يعني نلاحظ انه بالاوفري التينيا ساجناتا بيها 2 لوبس اوف اوفري، واحده اثنين بيها فص من الاوفري. اما السوريوم بيها كم فص من الاوفري؟ واحده اثنين ثلاثه زين، بيها ثلاث فصوص من الاوفري. النقطه الاخرى تيجي بعدها هي الجراف بروكلوتد او التستس. هذه جراف بروكلوتد وهذه يعني قطعه أبدأ بها عدد التفرعات التستس زين، راح نلاحظ انهم بالساجناتا تكون اكثر من السوريوم زين. ايضا عندنا عدد البيوض اللي تضعها شو اسمه الساجناتا يكون بحدود من 100,000 الى يعني 100,000 بيضه بالقطعه. اما بالنسبه للسوريوم تكون بحدود 30,000 الى 50,000 بيضه. إن الصفة المميزة للبيوض أنه هذه البيوض تحتوي على خطوط شعاعية تسمى الريديال ستريشن. الريديال ستريشنز تمام تحتوي على إيش بيوض الخطوط العفو شعاعية صفة مميزة لها، وأيضا تحتوي على إيش الهكسكانث إمبريوم يعني جنين سداسي الأشواك هي 3 pairs of إيش الهوكليتس 3 أزواج من الأشواك. هنا هذه أيضا صورة التخطيطية وهذه صورة نلاحظها تحت المجهد بهالشكل هذا تلاحظوا أمامكم. عندنا هنا الهيومن انفكشن إصابة الإنسان مثل ما تكلمنا أنه إصابة الإنسان التينيا ساجناتا البيفتيفورم الديدان الشريطية للبقار. هذه فقط إصابة الإنسان طريق أكل اللحوم غير مضبوط جيدا، فراح تيجي التيمو نفسها اللاربال ستيج لإيش أدت وورب إن هيومن انتستين. بالتينيا ساجناتا عندنا ديفرنتد يعني اختلاف بينها وبين الساجناتا انه البورك تيب والميدان الشريطيه بالخنازير هذه ايضا كأدل موجوده بداخل الانتستين اوف ذا هيومن، ولكن ممكن ايضا يتكون السيست سيركس اللي تكلمنا عليه زين، يعني هو طور اللارفا اللي موجود داخل كيس. ممكن هذا اللارفا الطور اليرقي نسميه سيسي سيركس يتكون داخل هيومن تشو. اذا عن طريق ايش؟ اخذ البيوض. يعني الانسان هنا راح يجي ياخذ في حاله السوريوم فقط، نعيد انه فقط في حاله السوريوم ممكن الانسان انه ياخذ بيضه يعني عن طريق تلوث الماء والغذاء ويتكون سيسي سيركس داخل جسم الانسان داخل النسيج. السيسي سيركس اشنو هو السيسي سيركس؟ قلنا عليه انه ذا لارفال ستيج ريزولت فروم الكونفرس ايش كنا الكونفرسيشن او الكونفرشن زين الكونفرشن ذا ايش اونكوسفير. اذا هو عباره ذا لارفال ستيج ريزولت فروم الكونفرشن ذا اونكوسفير يعني عن طريق تحول الطور اليرقي الى الاونكوسفير، يعني الاونكوسفير نفسه جنس ناس الاشواك راح يتحول الى اللارفا بالتشوب. اليومان ار انفكتد وذ ايش سيستي سيركس الانسان يصبح معدي بالسيستي سيركس او تكون سيستي سيركس من انجستد اكس أو from the contaminated food عن طريق أكل الطعام والووتر يعني ملوث by infected human stool بيستول الإنسان يحكم على البيضة ويصبح intermediate host. The eggs hatch into the small intestine and the oncosphere بدنا للإيش البرنوث through the wall into the blood vessels يعني راح تنتشر إلى blood vessels يعني الأوعية الدموية وعن طريق الوعاء الدموي في حالة دي هي كان عندنا التسمنت تو ماني اورجانس يعني راح تيجي تنتشر العديد من الاعضاء سبيشالي خاصه
the eyes and the brain يعني خاصة العين والبرين consist surface بالايس والبرين where they insisted كيس to form a cystic circus حتكون a cystic circus at the larval stage more serious than infection with the adult stage. فراح نلاحظ انه اصابة الانسان بالتينيا سوليو من نوع السيستي سيركس بتكون السيستي سيركس داخل الكشوف تكون اكثر خطورة. Alone and this occurs only with تينيا سوليو for tempo هي اكثر خطورة ليش؟ لما ممكن يكون الكيس داخل العضو يؤثر على العضو نفسه تمام؟ هذا بخصوص السيستي سيركس. الصورة اللي امامكم هي مراحل تكون من البيضة الى الجنين سداسي الاشواك تفقس الجنين زين بعد هذا الشيء تفوت داخل النسيج والى ان يصبح عندنا سيستي سيركس. سيستي سيركس هي نفسه اللي بالمستقبل قلنا راح يتحول الى الادلت ستيج. عندنا اللابراتوري دياجنوسيس. الدياجنوسيس اوف تينياسيس از ميد باي فايندينج كراف بروجنوتيك اور اكس انستول. اذا التشخيص مال التينياسيس راح يكون عن طريق ايش؟ ايجاد اما البيوت او قطع الحبله. زين هنا ده كوصف للبيضه او تعريف البيضه زين انه الاكس ال هي اوفر البيوت هي تكون مستديره وذ 3 بيرس عند ثلاث ازواج من الاشواك زين بعد وذ ريديال الستريشن يعني بها خطوط شعاعيه اوف ايش هيكساكاث امبريو عند جنين سداسي الاشواك زين. إذا هي عدد ثلاث أزواج من الهوكس يعني من الأشواك وبعد خطوط شعاعية على الغلاف الخارجي للجنين سداسي الأشواك. زين السيستي سيركس أنا كيف أشخص؟ قلنا إذا كان شخص مصاب زين بالتينيا ممكن نلاحظه عن طريق الإكس أو الجراف بروبلوتيك بالستول. زين إذا كان شخص مصاب بالنوع الإيش سيستي سيركس للتينيا سوريوم إما عن طريق البايوبسي يعني عن طريق الخزع او الاكس راي او عن طريق الاشياء او عن طريق سي تي سكان تمام يعني عن طريق الرنين او ام ار ار يو هذه كلها نستخدم الدايكنوسيس. النيولوجيكال تيست هل ممكن استخدام النيولوجيكال تيست؟ ممكن ولكن ار يقول لك هي ليمتد يوز يعني اختبارات تكون بصراحه حتى هي تكون قليله لان ممكن انه يكون اكو تشابه بين اصابه التينيا سوريا وبين الانواع الاخرى يعني انت بدي تكون هي نفسها قد يعني بينها وبين الانواع الاخرى فصراحة استخداماتها ممكن تكون محدوده. عند المونيكور دايجنوستيك التشخيص المختبري يعني او التشخيص الجزيئي يعني عن طريق الدي ان اي عن طريق الدي ان اي اني راح اجي ابحث لانه راح اجي ابحث لي عن الدي ان اي الدوده نفسها التينيا نفسها ممكن عن طريق الدي ان اي اجي اميز يعني اعمل ديفرنتيت بين الاكس والبروبلم يعني ممكن انه عن طريق القطع الجسميه وعن طريق البيوت اجي اكشف يعني اميز بين انه هذه البيضه وهذه القطعه التينيا سوريوم وهذه تنتمي الى القطعه هذه القطعه او البيضه تنتمي الى التينيا ساجينات وهالشكل هذا انهينا مختبرنا ان شاء الله عن السيستودا واشكر حسن